اقول ايه؟ اقول اعرف نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، اشرف العلاوي من جبهه المستقلين الاحرار. النهارده حوالي الساعه الثانيه 2:15 ليلا قام احد المستقلين الاحرار والغير منتمي لاي احزاب تبع المستقلين الاحرار، الشحات والشهيد مصطفى بيومي، على التسلق على البلكونات على البلكونات العماره بتاعت الثانيه، الى ان وصل اخر على العماره اللي هي بين اللي جنب السفاره، وطلع على سلم يوصل على السفاره وغير علم الاسرائيلي.